هنروح بقى لأخبارنا، أخبار الناشئين في الصحف والمواقع. هنبتديها مع المنتخب الأولمبي من البوابة نيوز، 30 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي في معسكر الإعداد للأولمبياد. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي القائمة، القائمة محمد صبحي، محمود جاد، عمر صلاح، مصطفى شوبير، أسامة جلال، محمد عبد السلام، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، محمود الجزار، كريم العراقي، عمار حمدي، أحمد أبو الفتوح، كريم فؤاد. في خط الوسط أكرم توفيق، أحمد سعيد، ناصر ماهر، حسن علي، محمد صادق، رمضان صبحي، أحمد عبد القادر، إبراهيم عادل، طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، فوزي الحناوي. في خط الهجوم مصطفى محمد وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر ماهر وفادي فريد. المنتخب مصر يدخل معسكر مفتوح أيام 2 و3 و4 يونيو. المعسكر المغلق هيبتدي من يوم السبت يوم 5 يونيو، هيكون مباراة مهمة جدا أمام جنوب أفريقيا، هتكون مباراة إن شاء الله مباراة مهمة جدا. زي ما احنا عارفين مع حضراتكم إن القرعة أسفرت في أولمبياد طوكيو عن وجود منتخب أسبانيا وأستراليا والأرجنتين في قائمة منتخب في مجموعة منتخب مصر. طبعا عايز ارجع لحضراتكم او ارجعوا لي كده بالكاميرا لو سمحت يا دكروري، القايمه بتاعت الكابتن شوقي غريب 30 لاعب، انا قلت دلوقتي 29، في لعيب ما حبيتش ان انا اقوله على الهوا، لعيب كنت اتمنى من الكابتن شوقي غريب انه يستبعده لسبب اخلاقي، واحنا دايما هنا بنعلي الاخلاق فوق الرياضه. كابتن شوقي غريب كان اعلن قبل كده لما عمل الواقعه دي وكانت وقف، قال هو مستبعد من المنتخب الاولمبي حتى كمان من القائمه اللي هتروح للاولمبياد في طوكيو. كابتن شوقي غريب رجع في كلامه تاني وضم اللاعب. بالمناسبه كان في نقاش ما بين الكابتن شوقي غريب والجهاز الفني، الجهاز الفني المعاون ليه، وما كانوش مرحبين بوجود اللاعب. اللاعب عمل في مباراه الاهلي والزمالك في نهائي دوري الشباب لقطه غير اخلاقيه، كنت اتمنى من الكابتن شوقي غريب ان يستبعده، خاصه ما شاء الله ان عنده قائمه. احنا بنقول منتخب الاولمبي مش رايح عشان يمثل تمثيل مشرف، لا ده احنا بالقايمه وبالاسماء دي واللعيبه المحترفه دي ومصطفى محمد واحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي ويعني مش عايز انسى ومحمد صبح في حراسه المرمى وجاد، مش عايز انسى الناس كلها، وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وخاصه كمان بنتكلم عن ثلاثه مرشحين كمان يكونوا موجودين مع هذا الفريق. فاكيد المنتخب الاولمبي مش رايح علشان تمثيل مشرف، رايح علشان يحصد ميدالية، وده اللي بأكد عليه الكابتن شوقي غريب، واحنا ان شاء الله قادرين على هذا، يعني ان احنا نروح ناخد ميدالية في الاولمبياد. نروح للخبر الثاني، وايضا هيكون هنشوفه مع حضراتكم مع منتخب الشباب فريق 2003. نروح نشوف الخبر مع بعض. ده منتخب الشباب مع الجزائر والنيجر وموريتانيا في مجموعة واحدة لكأس العرب، اجريت مراسم قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما على هامش إقامة المباراة النهائية لكأس العرب للصالات. ومن المقرر أن تقام كأس العرب للشباب التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم بمصر خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 يوليو المقبلين. القرعة بتاعت منتخب مصر تضم مصر والنيجر وموريتانيا والجزائر، دي هتكون بطولة مهمة جدا للكابتن محمود جابر. كابتن محمود جابر لسه احنا ان شاء الله منتخب الشباب او منتخب 2003 قدامه حوالي سنتين لما يلعب أول مباراة رسمية، لكن البطولة دي هتكون خير إعداد إن شاء الله لمنتخب في مواهب كبيرة، والكابتن محمود جابر كمان من المدربين المحترمين إنه إن شاء الله قادر يصنع جيل للكرة المصرية.